اليوم يوم الخميس 23 ربيع الاول 1443 الموافق 46 الموافق 27 سبتمبر 2020. يعني بكره الجمعه تاليف الامام الكبير خاتمه حفاظ العصر جادين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوط المتوفي 911 في اسيوط، اشراف صاحبي الفضيله الاستاذ محمد سعيد برهاني والاستاذ احمد نصيب المحاميد، برهاني من مصر مو المحاميد من سوريا، مقدمه وعلق عليه محمد رياض المالح. الله دمشق 1966 1346، يعني انا كان عمري سنتين. اي أيوة والله 1964. المهم اقرا لكم شنو يقول عن يوم الجمعه، الستون هامه جدا، ما ادري من ربع الوالد كاتب. يقول قراءه حميم يومي يها وليلته يوم الجمعه، اقروا حميم الدخان يومها وليلتها. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. أخرج البخاري وأصبهاني عن أمامته رضي الله عنه قال قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة، حتى اليوم حين نقرأها أو يوم الجمعة، بنى الله له بيتا في الجنة. وأخرج الدارمي عن أبي رافع من قرأ حميم الدخان في ليلة الجمعة، الحين احنا اليوم الخميس، أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين. الله الله الله, الله، هذا المسيب بن رافع والمناوي شارو الهيثمي وأبو رافع وكلهم طيبين، قولوا آمين.